السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للعملات الرقمية من يوم الاثنين 9 سبتمبر حتى يوم الجمعة 11 سبتمبر. إن شاء الله يكون أسبوع موفق وأقدر عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة معانا بتحليل البيتكوين. البيتكوين زي ما احنا شايفين كسر ترند صاعد ونموذج وتد صاعد برضو، وكسر معانا برضو مستوى دعم قوي عند 10497 وبدأ يهبط معانا، ودلوقتي السعر 10095. أتوقع بعد كسر مستوى الدعم ده اللي عند 10497 نشوف هبوط لمنطقة الطلب اللي عند 9132 ل 8684، ومن المنطقة المحددة دي أتوقع نشوف صعود مرة أخرى إن شاء الله للبيتكوين، ولكن بشرط، يعني احنا مش هنشتري من المنطقة دي غير بشرط ان يحصل برايس اكشن من هنا. لو حصل برايس اكشن من هنا نقدر نشتري بستوب اغلاق يومي اسفل 8684، ونشتري ان شاء الله بهدف اول عند 10497، ولو تم اختراقها ممكن نشوف 11945 ثم 12457. ده بالنسبة للبيتكوين. خلينا نشوف العملة التانية اللي معانا وهي عملة الاثيريوم. العملة نزلت، لا كسرت منطقة طلب قوية عند 368 ل 364 94، وبعد كسرها حاول السعر يطلع يعمل لها إعادة اختبار ولكن نزل وكمل هبوط. أتوقع يوصل السعر للترند ده ويرتكز عليه، والمتوافق معانا هنا مع منطقة أو مع نقطة دعم قوية عند 288. شايفين ليه نقطة دعم؟ كانت هنا نقطة مقاومة قوية، السعر كل لما كان يطلع لها ينزل، وبعدين هنا تحولت لنقطة، كانت نقطة مقاومة عفوا، وبعدين وبعد ما تم الاختراق هنا تحولت لنقطة دعم. لسه السعر ما وصلهاش من ساعة لما تم اختراقها، فأتوقع ينزل ليها خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله عند 288 ويعمل ارتكاز على الترند الصاعد ده ويدينا نموذج برايس اكشن من هنا، وهتكون فرصة ممتازة لو ظهر نموذج برايس اكشن من نقطة الدعم دي. هيكون المستهدفات بتاعتنا عند 368 ل 394 ثم ال 444 واخيرا ال 489. نشوف العملة التانية او التالتة اللي معانا هي عملة الريبل. عملة الريبل برضو كسرت منطقة طلب قوية والسعر نزل اسفلها اهو وبدأ يكمل هبوط. اتوقع ينزل يعمل ارتكاز على الترند الصاعد اللي امامنا ده، تقريبا ممكن يكون عند مستوى ال 20 سنت 55، او ممكن نشوف هنا نجيب مستوى اتوقع يكون هنا كده بالظبط عند ال 21 سنت و10 تقريبا. اتوقع من المنطقة دي يبتدي يصعد مرة اخرى ان شاء الله في حالة الارتكاز على الترند وظهور سلوك سعر قوي اللي هو برايس اكشن. لو ظهر من هنا سلوك سعر قوي برايس اكشن اتوقع نشوف صعود قوي ان شاء الله. اما في حالة كسر الترند الصاعد اللي قدامنا ده ممكن نشوف هبوط لل 18 سنت 26 لل 17 سنت 21، ومن هنا نبتدي نفكر برضو في الشراء في حالة ظهور برايس اكشن. نشوف البيتكوين كاش. البيتكوين كاش دلوقتي السعر وصل عند منطقة طلب قوية عند 223 او 221 دولار لل 204.69 دولار. من المنطقة دي لو ظهر اي علامات انعكاس، احنا شايفين كان فيه هبوط قوي جدا وبعدين وتيرة الهبوط بدأت تقل وبدأ يتذبذب السعر عند المنطقة دي. طيب ليه؟ لان دي قلت تمثل منطقة طلب قوية، احنا شايفين السعر كان ينزل من هنا يطلع تاني، ينزل يعمل ارتكاز عليها ويصعد تاني، وكان كل مرة بينزل بيطلع يعمل قمة اعلى من القمة اللي قبلها. اهو شايفين ينزل عمل قمة اعلى ودلوقتي نزل تاني. اتوقع في حالة ظهور برايس اكشن قوي من هنا نبتدي نشتري مرة اخرى ان شاء الله عشان نستهدف ال 244 دولار 25 سنت، وفي حال اختراق ال 244 دولار ممكن نروح لل 282 ثم 323 واخيرا ال 351. اما في حالة كسر المنطقة دي اتوقع نروح لنقطة الدعم اللي عند
مستوى ال 143 دولار، ومنها تكون فرصة ممتازة جدا للشراء ان شاء الله. نشوف اخر حاجة معانا هي عملة الليتكوين. عملة الليتكوين بعد ما تم كسر منطقة الطلب اللي عند ال 51 دولار 90 سنت لل 54 دولار 76، اتوقع استمرار الهبوط لحد ال 41 دولار 65 لل 38 دولار 85، ومن المنطقة دي اتوقع نشوف صعود قوي ان شاء الله، بس لازم يكون عندنا برايس اكشن. لو ظهر نموذج برايس اكشن عندنا هنا هنشتري معاه ان شاء الله عشان نستهدف ال 51 دولار 90 سنت، ثم ال 54 76، وبعد كده لو تم اختراقها نروح لل 62 55، ثم ال 68 68، ونشوف عند المنطقة دي هل هيبدا السعر في تظهر علامات انعكاس مرة اخرى منها ولا هيخترقها. لو اخترقها نروح لمنطقة العرض الاخيرة اللي عندنا عند ال 78 دولار 60 سنت لل 83 دولار 72 سنت. وبكده نكون خلصنا الفيديو التحليلي معانا للعملات الرقمية. اتمنى اكون افدتكم، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوه في كومنت اسفل الفيديو وهنرد عليكم ان شاء الله في التحديث بتاع التحليل الاسبوعي. اتمنى اكون افدتكم وشكرا لكم والسلام عليكم.